السلام عليكم واهلا بمراجعة وتقييم لعبة Cuphead Exclusive جهاز اكس بوكس 1. أول ما تشوف اللعبة راح يلفت نظرك شيء واحد، واللي هو مظهر اللعبة، الرسومات، التفاصيل، الانيميشن. الجانب الرسومي بشكل عام باللعبة كان ممتاز جدا، تفاصيل رسوم الشخصيات، أشكال الأعداء، تصميم المراحل، كله تم صقله بشكل جبار. اللعبة فيها متعة وانت عم تلعبها، وفيها متعة تاني لما بتشوف شخص قدامك عم يلعبها، يعني الستريمرز أو أصحاب قنوات التختيم. هاللعبة راح تكون متعة بصرية لمتابعينك وانت عم تلعبها، وبدي اياكم بس تتخيلوا معي كيف راح تكون اللعبة على جهاز اكس بوكس 1 اكس مع ال 4K و60 فريم. طريقة اللعب جدا بسيطة، بدون تحكم معقد او ازرار كتير، وعلى عكس تحكم اللعبة السهل او مظهرها الكرتوني، فاللعبة صعبة جدا وقد تكون من اصعب ما لعبت بحياتي. اللعبة المفروض تكون 5 أو 6 ساعات للإنسان الطبيعي، لكنها أخذت مني أكثر من 14 ساعة لحتى خلصتها. لما استعرضوا Cuphead لأول مرة استعرضوها على أن لعبة قتال زعماء فقط، لكن بعد دعم مايكروسوفت للمشروع قرروا يضيفوا بعض مراحل الرن اند جن، اللي هي بتمشي وبتقتل أعداء بطريقة بلاتفورمينج جدا جميلة وممتعة وصعبة أيضا. وعلى سيرة الصعوبة، الموت بهاللعبة أبسط شيء مثل ألعاب السولز. كيف لما بتموت بدارك سولز بتحس الوضع جدا طبيعي؟ نفس الشيء Cuphead، يعني لما بتموت ما رح تقول أوه مت، لا بالعكس، لما بتخلص مرحلة بدون ما تموت رح تستغرب وتقول لحالك شلون خلصت بهالسهولة وهالسرعة هاي. وبما أنه الموت أسهل شيء باللعبة، فبدي إياك تتوقع كم مرة متت أنا بلعبة Cuphead لحتى خلصتها. ايا كان اللي انت توقعته، فانا متت اكثر من 400 مره لحتى قدرت خلص اللعبه بالكامل مع كل مراحلها. لكن الجميل انه الصعوبه عادله، اللعبه راح تكافئك على اي شيء بتسويه، فلما بتموت فانت غالبا راح تموت بسبب غلط منك، مو بسبب غباء اللعبه او جليتش او صعوبه ظالمه مثلا. اللي بتسويه Cuphead راح تاخذ نتائجه مباشره بدون لا زياده ولا نقصة، وكل مرة راح تموت راح تتعلم أكثر من أغلاطك لحتى تقدر بالأخير تخلص المرحلة. الأعداء باللعبة مميزين، ما ببالغ لو قلت لك كل زعيم مختلف تماما عن اللي قبله، وكل واحد لازم تهزمه بطريقة مختلفة عن الثاني. الزعماء بلعبة Cuphead بيعتبرون مثل الألغاز، إذا عرفت تفك الشفرة أو اللغز تبع الزعيم الفلاني فراح تقدر تهزمه بسهولة. لكن السؤال هون، كم مرة لازم تموت حتى تفك شفرة البوس؟ وهون رح يطلع احترافك. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فهذا لحظة شوي، هذا لازم نوقف له ونضرب له تحية عسكرية. يا رجل إيش الأعداء هدول؟ شو هالعدو هذا اللي حافظك وحافظ تحركاتك؟ يا رجل بعض الأعداء بيتوقع حركتك وبيضربك على المكان المتوقع إنك تروح له، يعني ما بيضربك بس على المكان اللي أنت واقف فيه حاليا. ومثل ما أنت بتقرأ أو بتحفظ حركات الزعيم، حتى الزعيم ممكن يحفظ حركاتك، لكن الفرق انه الزعيم كل مرة نفسه، يعني ما تتوقع انه الزعيم رح يتطور كل ما بيقتلك، لا هو بضل مثل ما هو وانت بس اللي لازم تتطور. توجه اللعبة بالاساس توجه لاعبين اثنين، حتى الاشخاص اللي باللعبة اللي بيحكوا معك يعني بيحكوا معك بصيغة الجمع. ممتاز، يعني لو صارت اللعبة صعبة وما عاد اقدر اهزم البوس بروح بجيب فزعة وبنهزمه انا وياه. لا يا حبيبي، اذا جبت خويك يفزعلك فراح تنجلدوا انتوا الاثنين، لانه اللعبة راح ترفع مستوى صعوبتها تلقائيا وتصير اصعب لما بتصيروا اثنين. وعلى حسب ما سمعت من الناس اللي لعبوه على اثنين، انه اللعبة اصعب لما بتلعبها مع شخص ثاني عن لما بتلعبها لحالك. طيب يا اخي، انت صار لك ساعة عم تمدح اللعبة، هل هذا معناها انه ما فيها سلبيات؟ بكل بساطة لا، ما في لعبة بالحياة ما فيها سلبيات. ومن سلبيات Cuphead الواضحة جدا هي القصة. قصتها جيدة صحيح، لكن تم روايتها على شكل كلام بس بيطلع قدامك مع شوية صور بشكل ممل. وحتى القصة بشكل عام ما بتحس انه متعوب على كتابتها او يعني تعبه او عطوه حقه كتير، بتحس انه تركيز المطور كله كان على طريقة اللعب او الجيم بلاي فقط، والجرافيكس برضو الجانب الرسومي وهالشغلات هاي. يعني مثلا لو كانت انه شو قصة الزعيم الفلاني وليش انا عم قاتله، مع كت سين بسيط قبل او بعد نهاية القتال
حتى يعني تضيف يعني أشياء بسيطة كانت ممكن تضيف للقصة شيء كتير. وأيضا من سلبيات اللعبة هي عدم التوضيح للاعبين الفرق بين مستوى صعوبة الريجولر أو السيمبل. وإذا أنت ما أنك فهمان أنا عن شو عم بحكي روح تابع المقطع اللي نزلته قبل هذا، جدا 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 مهم إذا كنت لسه هلأ بادئ باللعبة أو ناوي تشتريها لازم تشوفه. أخيراً لعبة كاب هيد من الألعاب الممتازة جداً، على الرغم من وجود سلبيات إلا أنه مزاياها تطغى بشكل كبير على سلبياتها. سعيد جداً أنه هالمشروع انتهى بهالشكل وهالفريق الطموح قدر أخيراً ينشر مشروعه اللي صار لهم سنين طويلة عم يشتغلوا عليه وتعبهم ما راع الفاضي. لعبة كاب هيد مو بس من أفضل ألعاب العام بل من أفضل ما لعبت هذا الجيل بشكل عام. أنا متأكد أني رح أختمها مرة تاني ومرة تالتي ورح أنصح فيها الجميع لأن لعبة بتستاهل كل دولار بتدفعوا عليها من سعرها الكامل اللي هو 20 دولار. أما بالنسبة لتقييم النهائي للعبة كاب هيد فرح يكون 9 من 10. اللعبة كانت قد التوقعات وكان مستواها ممتاز بل حتى في بعض الأحيان حسيتها أفضل مما توقعت وبتستاهل تماما هذا التقييم المرتفع. إذا أعجبك المقطع أعطينا لايك واشترك بالقناة واكتب لي رأيك عن اللعبة سواء إذا لعبتها أو ما لعبتها بس عم تتفرج على مقاطعها أو تشوفها أو حتى إذا هذا المقطع كان أول مرة بتشوف هاي اللعبة. يعطيكم ألف عافية على المتابعة وشكرا كتير لو كملت المقطع إلى الأخير. إلى اللقاء.